وقعت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام وهيئة أجيال السلام مذكرة تفاهم لتعزيز سبل الشراكة والتعاون ودعم الشباب في البرامج المعنية بمجال صناعة الأفلام. تأتي هذه الاتفاقية في إطار التطوير المستمر الذي تتبناه الهيئة لأدوات بناء السلام وإحداث أداة الإعلام من أجل السلام، وتعمل هذه الأداة على إيجاد مساحة لطرح ومناقشة المواضيع التي تهم الشباب باستخدام المنصات التي تلائمهم، كما أنها في الوقت ذاته تبني قدرات المتخصصين في المجالات الإعلامية. سنتحدث بشكل مفصل مشاهدينا حول هذه المذكرة مع مدير دائرة بناء القدرات في الهيئة الملكية للأفلام عبد السلام الحاج. صباح الخير لك أستاذ عبد السلام، أهلا وسهلا بك معنا في صباح المملكة. نود أن تطعنا بشكل مفصل بداية على هذه المذكرة التي تم توقيعها مؤخرا. صباح الخير وشكرا جزيلا على الاستضافة. الهيئة الملكية الأردنية للأفلام هي دائما بتعمل شراكات واتفاقات مع هيئات حكومية أو خاصة، سواء كانت محلية أو عربية أو دولية، والهدف من عمل هذه الشراكات هو إعطاء فرص جديدة للشباب الأردني وفتح المصادر والمعارف في من خلال هذه الشراكات. وجاءت فكرة التعاون مع هيئة أجيال السلام لأنه هيئة أجيال السلام أعتقد أنه نشترك في الرؤية وفي المهمة اللي هدفها هو بناء قدرات الشباب في الأردن وفي عدة مجالات، ومن أهمها صناعة الأفلام، وخصوصا هيئة أجيال السلام الآن بتطلق مشروع مهم لبناء قدرات الشباب في مجال الأفلام، وتحت مضامين هدفها هو بناء السلام في المجتمعات وتعزيز ثقافة السلام. فارتأت الهيئة أجيال السلام والهيئة الملكية الأردنية للأفلام لعمل هذه الشراكات، وهي الاتفاقية هي خطوة أولى من أجل فتح المجال لفتح المصادر لكل من هيئة أجيال السلام والهيئة الملكية للأفلام لتحقيق هذه الأهداف. طيب، هذه الاتفاقية ماذا ستشمل؟ يعني على ماذا سيتم تدريب الشباب في المواضيع أو حتى المحاور الرئيسة؟ الآن تم الاتفاق، وهي المذكرة كانت البداية لفتح مجال التعاون. سيكون هناك أكيد في مجال بناء القدرات من خلال فرص تدريب للشباب في الأردن في مجال قطاع الأفلام، تدريبهم على أنه كيف يوصلوا أفكارهم وقيم السلام من خلال صناعة الأفلام، وفتح المصادر المتاحة في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام من معدات تصوير، تصاريح تصوير، فتح المصادر، الخبرات الموجودة والشبكة اللي بتشتغل فيها الهيئة فتحها أمام هيئة أجيال السلام اللي هي الآن هي بتعمل برامج نوعية في هذا القطاع. فارتأينا كبداية أنه يتم الاتفاق على أنه يتم التنسيق في هذا المجال. طيب، اليوم كيف نقيم شبابنا من ناحية الفكر وإيصال الرسالة في موضوع صناعة الأفلام؟ زي ما بتعرف والمشاهدين بيعرفوا أنه صناعة الأفلام الآن أصبحت من أهم المصادر لتوصيل الرسائل والتعبير عن النفس وطرح المشاكل وطرح الهموم وطرح الأفكار. فصناعة الأفلام الآن في الأردن، إحنا الهيئة الملكية الأردنية للأفلام يعني بنسعى قدر الإمكان حسب إمكانياتنا أنه ثقافة الأفلام تكون موجودة في المجتمع، لأنه أولاً هي صناعة مهمة يعني فيها مهن كثيرة، الشباب إذا تعلموها ممكن يلاقوا فرص عمل كثيرة فيها. صحيح، في عدة مجالات أكيد. والجانب الآخر هي الفن، وهو فن راقي بيعبر عن المجتمعات، عن ثقافاتهم، عن هويتهم. واحنا يعني الشباب في اقبال كبير على هذا، لانه موجود الان
يعني فيك تعمل فيلم دقيقة وتنزله على كل منصات الاجتماعية بأبسط الأدوات يعني بأبسط الأدوات وكفاءة أيضا عالية. لكن شبابنا اليوم مهتمين في هذا المجال زي ما تفضلت بأنه هناك إقبال بشكل كبير على صناعة الأفلام من قبل فئة الشباب. دعنا نتحدث عن هذه المذكرة، سيتم إعطاء الشباب يعني خليني أحكي القواعد الأساسية في صناعة الأفلام وإيصال الأفكار وما إلى ذلك كما تفضلت سيد عبد السلام قبل قليل. من سيقوم على إعطاء هذه الورش التدريبية للشباب؟ الآن راح يكون في برنامج وخطة تدريبية يتم الاتفاق عليها إن شاء الله لاحقا مع هيئة تجال السلام. وأكيد يعني التدريب في صناعة الأفلام ممكن يكون على مستويات، مستوى المبتدئين ومتوسطي المستوى والمحترفين. راح يكون في اختبار لتحديد القدرات عند كل شاب؟ أكيد بأي ورشة عمل في هناك معايير لاختيار أي حدا مهتم في هذا الموضوع وحسب مستوى البرنامج. الآن إحنا يعني بندرس آلية هذا التعاون وكيف ممكن إحنا مع بعض نشتغل لتصميم هيك برامج، خصوصاً هيئة إجال السلام لها باع طويل في مجال ترويج ثقافة السلام وبناء السلام، وهذا هذه القيمة مهم جداً إنه استخدام الأفلام فيها لتشجيع هذه الفكرة وتكون سريعة الوصول، وفيش أسرع من وصول الفكر والثقافة يعني الأفلام تحديدا المرئية جدا ويعني وسريعة جدا وقابل للوصول بأسهل الوسائل والطرق. يعني إذا ما تحدثنا عن المدة الزمنية لهذه الورشات التدريبية سيد السلام، كم مدة الورشة التدريبية الواحدة وكم من المتوقع أن يعني يحتوي هذا البرنامج من أعداد الشباب سيتم تدريبهم؟ هلأ بداية إحنا تم توقيع الاتفاقية يعني هذا الشهر، وهيئة إجيال السلام أطلقت برنامج لبناء القدرات في مجال صناعة الأفلام للشباب والشابات الأردنيين، وكان هذا البرنامج مدته 6 شهور. يعني سوف تم الاختيار الإعلان عنه اختيار المهتمين. هذا أول بوادر التعاون. الهيئة راح تكون موجودة لمساعدة في لفتح مصادرها وإمكانياتها لدعم هذا البرنامج اللي بتقوم فيه هيئة أجيال السلام، وراح يكون في منتجات لهذا البرنامج لمدة 6 شهور وهو مكثف. كم عدد الفئة المستهدفة؟ الفئة المستهدفة 20 شاب وشابة راح يكونوا يعني يتعرضوا لتجربة الكتابة والإخراج والتصوير والإنتاج، وراح ينتج منه أفلام. هاي الأفلام سوف يتم عرضها في منصات وأماكن مختلفة، والهيئة الأفلام بتقدم كل الدعم لهذا البرنامج اللي بتقوم فيه أجيال السلام. شكرا لك، شكرا لتواجدك معنا مدير دائرة بناء القدرات في الهيئة الملكية للأفلام سيد عبد السلام الحاج. شكرا لك، شكرا لتواجدك مرة أخرى. شكرا لك.